اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 5 في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 3 اللي بعنوان مالتيبلاينج ديسمالز باي 10 100 اند 1000. الدرس بتاع النهارده يا اولاد من الدروس السهله جدا، يعتبر من اسهل الدروس اللي عندنا الترم ده ان شاء الله. يلا مع بعضنا نبدا الدرس ونتعلم ازاي نعمل مالتيبليكيشن للديسمال نمبر باي 10 و100 اند 1000. احنا عارفين ان الديسمال نمبر بيتميز ان بيكون فيه الديسمال بوينت. الديسمال بوينت بتفصل ما بين الهول وانز والفراكشن بارتس، يعني ال 25 دي معناها 25 هول وانز. طيب 1036 thousands دي معناها 1036 بارتس فروم 1000 بارتس، يبقى ده الفراكشن بارت. لما بنيجي نعمل مالتيبليكيشن للديسمال نمبر ده باي 10 و100 و1000 اللي بيحصل، كل اللي بنعمله ان احنا بنحرك البوينت دي towards right، بنحركها ناحية اليمين، لان احنا عندنا بعد كده درس الديفيجن هنحركها ناحية الشمال. طيب لما هنيجي نحرك الديسمال بوينت ناحية اليمين هنحركها كام بليس؟ لما نعمل multiplication times 10 نحركها just one بليس، يعني هي موجودة هنا ما بين ال 5 وال 8 تتحرك ناحية الرايت، تروح ما بين ال 8 وال A وال 3 تبقى كده. طيب هنا هنعمل multiplication by 100 يبقى multiplication by 2 zeros يبقى هنحركها 2 places، ادي كده بليس وادي another place، يبقى تيجي ما بين ال 3 وال 6 تبقى كده. طيب لو هعمل multiplication by 1000 يبقى هنحركها 3 places، ادي كده 1 2 and 3، يبقى المكان الجديد للبوينت في الناتج تبقى هنا زي هنا. طبعا البوينت على الرايت ما بنكتبهاش، يعني لو شفنا الهول وانز كده ده معناها ان البوينت على الرايت وفي جنبها زيرو، لكن ممكن ما اكتبش الايه البوينت والزيرو. يبقى الدرس بتاعنا بيقول لنا ايه؟ اي ديسمال نمبر اعمل له مالتيبليكيشن باي 10 و100 و1000 ابتدي احرك الديسمال بوينت تووردز الرايت بعدد الزيروز اللي موجوده في النمبر اللي هعمل فيه مالتيبليكيشن. يبقى القاعده بتاعتنا بتقول ايه؟ تو مالتيبلاي باي 10 عشان نعمل مالتيبليكيشن باي 10 موف ذا ديسمال بوينت 1 بليس تو ذا رايت. هنحرك الديسمال بوينت ناحيه الرايت جاست 1 بليس، بنعتبر ان ال 5 قاعده في بليس وال 7 قاعده في بليس، كل ديجيت قاعد في بليس. ولو هنعمل مالتيبليكيشن باي 100 هنحرك الديسمال بوينت 2 بليسز، البوينت اهي اتحركت ادي بليس وادي انذر بليس. ولو هعمل مالتيبليكيشن باي 1000 هنحرك الديسمال بوينت 3 بليسز، يبقى البوينت اهي اتحركت ادي بليس ادي الثاني ادي الثيرد بليس، راحت فين؟ راحت هنا. طيب في ملحوظه مهمه عايزين نعرفها، ممكن يجي لي الديسمال نمبر بالمنظر ده مثلا 3.7 ويقول لي تايمز 100، يبقى انا المفروض احركه كام بليس تووردس رايت؟ لازم احركه 2 بليسز. لما اجي ابص هنا الاقي ان انا عندي 1 بليس اللي هو ال 7، ال 7 قاعده في بليس واحد. طب اعمل ايه في البليس الثاني؟ انا هحركها 2 بليسز والبليس اللي انا هفتحه جديد احط فيه ايه؟ احط فيه 0. يبقى الناتج بتاع 370. طيب لو هنحرك البوينت 3 ديسمال بليسز نفس الكلام، احركها 3 ديسمال بليسز تبقى هنا كده، ونحط في البليسز اللي انا فتحتها دي نحط فيها زيروز، نلاقي ان النمبر الجديد 3700. يلا مع بعضنا نشوف اكزامبل 1. بيقول لي find the result of each of the following decimal number times 10. نعمل ايه؟ نحرك البوينت towards right، البوينت موجوده هنا نحركها هنا 1 بليس. ليه 1 بليس؟ علشان احنا شايفين just 1 0. يبقى الانسر بتاعتي 752.3. يلا هنا نحرك البوينت دي كام بليس؟ نحركها 3 بليسز. ليه؟ عشان عندي 3 زيروز 1 2 اند 3. تتحرك البوينت من هنا ادي 1 2 اند 3، يبقى المكان الجديد بتاعها ايه؟ بتاعها هنا. يبقى النمبر ده اسمه ايه؟ اسمه 524. طيب اللي بعد كده نيجي هنا البوينت اهي نحركها كام بليس؟ جاست 1 بليس توورد سراي، مكان واحد ناحيه اليمين، تبقى فين؟ تبقى هنا كده. البوينت لما تبقى هنا يبقى النمبر اسمه ايه؟ يبقى كده 0.823. يلا نيجي هنا عايزين نحركها 3 بليسز توورد سراي، ادي 1 2 3، يبقى نحركها من اول هنا كده لحد هنا كده، يبقى النمبر الجديد اسمه ايه؟ 12657
0.7. هنا احركها 2 بليسز ادي 1 اند 2 تيجي ما بين ال 8 وال 3 يبقى الناتج بتاعي 98.3. يلا هنا 1 2 3 اند 4 عايزين نحرك البوينت دي 4 بليسز. نعملها ازاي؟ اهي البوينت اهي، ادي بليس، ادي الثاني، ادي الثالث، ادي الرابع. يبقى نحطها هنا كده. طب نعمل ايه في البليسز دي؟ نحط فيها زيروز. يلا نقرا النمبر ده كده، يبقى عباره عن 1800. يلا اكزامبل 2 بيقول لي ذا لينث اوف ا بيس اوف كلوز از 77.75 meters. عندي قطعه قماش طولها 77 meters وفراكشن صغير. بيقول لي calculate how many meters in 100 pieces of clothes of the same length each. يعني لو عندي 100 قطعة من دول، عندي 100 من دول، ال 100 دول طولهم قد ايه كلهم لو حطناهم جنب بعض؟ يبقى نعمل ايه؟ هل دي addition ولا multiplication؟ هي addition. ازاي؟ هم 100 piece، يعني هنعمل كده 77.75 plus 77.75 هحطهم جنب بعضيهم plus 77.75. اعمل كده كم مرة؟ اعمل كده 100 times. ليه 100 times؟ علشان هما 100 بيس. واحنا اتعلمنا يا اولاد ان المالتيبليكيشن عبارة عن ايه؟ عبارة عن repeated addition، يعني النمبر هو هو لما بيتكرر اكتر من مره بالاديشن يبقى دي عمليه مالتيبليكيشن. يبقى الحل بتاعي ان انا هعمل النمبر ده تايمز ال 100، يبقى ذا نمبر اوف مترز ايكوالز، هي ايكوالز ايه؟ هيبقى 77.75 تايمز الايه؟ تايمز ال 100. ليه هت ايكوالز ايه؟ هنحرك البوينت دي two places towards right. ادي 1 ادي 2، يبقى المكان الجديد بتاعها هنا. يبقى الناتج بتاعي 7775 meters. يلا نحل مع بعضينا الاكسرسايز اللي على الليسون. اول اكسرسايز معايا بيقول لي complete the following tables. نبص على التيبل ايه اللي مطلوب مننا. بيقول لي ان مجموعه النمبرز دي عايزين نعمل لها تايمز 10 ونكتب الناتج هنا. طيب 6.5 تايمز 10، طالما تايمز 10 يبقى هنحرك الديسمال بوينت في كل النمبرز دي جاست وان بليس تووردس رايت، مكان واحد ناحيه اليمين. يبقى دي لما تيجي هنا يبقى الانسر بتاعتي 65. ولو البوينت عندي جت على اقصى اليمين ما نكتبهاش، الافضل ما نكتبهاش، بلاش نحط ايه بوينت وايه وزيرو، لا نشيلها افضل. طيب هنا لما نيجي نحرك البوينت دي ناحيه اليمين مكان واحد تبقى كده 12.5، وهنا لما اجيبها هنا تبقى 1.7. طبعا احنا عارفين لما بنكتب الزيرو كده على الموست ليفت على اقصى اليسار بيبقى ملهوش معنى، لان كده كده هتبقى 1.7. طب يلا هنا لما احرك البوينت دي كده تبقى 7.95، وهنا تتحرك دي تبقى ايه؟ تبقى هنا كده. مش هنحط بقى 2 زيروز ناحيه الليفت، احط جاست 1 زيرو، حط على الرايت 0 1. هنا هتبقى 31.51. يلا اللي بعد كده الديسمال نمبرز دي عايزين نعمل لها تايمز 100، يبقى هنحرك البوينت 2 بليسز، ادي كده بليس وادي كده انذر بليس. يبقى هتيجي فين؟ هتيجي هنا. طب اعمل ايه في البليس ده؟ احط فيه 0، تبقى 740. هنا احركها 2 بليسز كده وكده تبقى 75. وزي ما قلت لكم طالما البوينت جت على الرايت ومفيش حاجه على يمينها ممكن ايه ما نكتبهاش ويفضل نسيبها كده. طب هنا اكتب زيرو؟ لا، الزيرو على الليفت ما بنكتبوش. طب يلا هنا تبقى 376.5. هنا احرك دي كده وكده، لما اجيبها هنا يبقى البوينت اهي وعلى يمينها 06. طب هنا على الشمال اكتب 3 زيروز؟ لا، اكتب زيرو واحد بس لان الاثنين التانيين ما لهمش لازمه. طيب هنا هتبقى 600 اند ايه اند 1، وهنا دي هتتحرك من هنا تبقى فين؟ تبقى هنا. يبقى الناتج بتاعي 0.8. اللي بعد كده
هنا عايزين نعمل تايمز 1000، يبقى هنحرك البوينت 3 بليسز، يبقى دي تتحرك من هنا لحد هنا، تبقى على اول ايه، على الموست رايت على طول، يبقى مش هكتب زيروز جنبها وبرضك هي ما اكتبهاش. يبقى انا عندي هنا 2345، هنا ادي بليس الثاني الثالث، يبقى انا عندي فيه بليس هحط فيه ايه زيرو، يبقى 2500 and 40. هنا كذلك ادي بليس الثاني الثالث، حط هنا 2 زيروز يبقى 2300، وهنا هيتحرك 1 2 and 3 تبقى هنا، يبقى 251. وهنا ادي بليس الثاني الثالث يبقى 17090. يلا هنا ادي 1 2 and 3 هتيجي هنا. طب لما تيجي هنا هنكتب ال1 احط البوينت وبعد كده زيرو؟ لا نخليها كده طالما جت على اقصى اليمين، ولو عملنا كده وحطينا زيرو برضك مفيش مشكله. طب على الليفت اكتب الثري زيروز؟ لا ما اكتبهمش عشان ما لهمش معنى. اكسرسايز 2 بيقول لي كومبليت النمبر ده تايمز 100، هنحرك البوينت ادي بليس ادي التاني، تبقى 64.3. يلا هنا هنحركها جاست 1 بليس عشان قال لي تايمز 10، يبقى 31.8. هنا جاست 1 بليس تبقى 32، وهنا البوينت اتحرك من هنا تبقى هنا، تبقى 126.5. يلا هنا 2 بليسز ليها حركها 2 بليسز عشان عندي 2 زيروز، يبقى البوينت هتمشي من هنا تيجي هنا، يبقى 7214. لو عملنا كده وحطينا زيرو على الرايت برضه مفيش مشكله، بس يفضل ما نكتبهاش عشان احنا كبرنا بقى. طيب هنا 2 زيروز يبقى دي بليس والتاني، يبقى 970. يلا هنا ادي البوينت هتتحرك ادي بليس التاني، تبقى 4.5. هنا عايزين نحركها 3 بليسز، ليه 3 بليسز؟ عشان تايمز 1000. ادي بليس التاني التالت هتيجي بتوين ال 7 وال 2، تبقى 3217.2. يلا هنا تايمز 100 وهنحرك دي 2 بليسز، ادي 1 ادي 2 هتيجي بتوين ال 8 وال 7، يبقى 778.7. يلا هنا تايمز 1000 يبقى هنحرك دي 3 بليسز، ادي 1 2 اند 3 تبقى 341. هنا هنحركها 3 بليسز، ناخد بالنا بقى من دي، ادي كده بليس ادي الثاني ادي الثالث، يبقى انا عندي في 2 زيروز هيتحطوا هنا، يبقى 6700. وهنا كذلك 3 بليسز، ادي 1 2 وادي 3، يبقى هنحط هنا ايه زيرو، تبقى 24610. هنا ادي 1 2 3 and 4، ليه 4؟ عشان عندي 4 زيروز، بنحط زيرو هنا كده والديسمال بوينت على يمين الزيرو كده، يبقى هنا 1800 and 40. طيب يلا هنا عندي 1 2 3 and 4، يبقى هنحرك البوينت دي 4 بليسز اهم، تيجي البوينت معايا هنا، وطالما ما فيش فراكشن يبقى ايه مش هكتب البوينت، يبقى انا عندي هنا 75621. اكسرسايز 3، الديسمال نمبر ده تايمز 10، يبقى هنحرك البوينت دي جاست 1 بليس توورد سلايد، تيجي بتوين ال 6 وال 7، يبقى الناتج 56.7. هنا هنحركها 2 بليسز، ليه؟ عشان عندي 2 زيروز، يبقى البوينت دي هتروح كده ادي بليس وادي التاني، حط زيرو هنا، تبقى 9870. هنا تحرك من هنا دي بليس ادي التاني، تبقى 617.2. وهنا نحركها 3 بليسز تيجي لحد هنا، تبقى 67. وممكن ما نكتبش الديسمال بوينت، ليه؟ عشان ما عنديش فراكشن، يبقى هنا ايه نختار دي. كويتشن اللي بعد كده 21.3 تايمز 10، يبقى هنحرك البوينت جاست 1 بليس، نجيبها هنا كده، تبقى 230. هنا هنحرك الديسمال بوينت دي كام بليس؟ 1 2 3 بليسز، يبقى 1 2 and 3، نجيبها هنا كده، يبقى على الرايت منها 0 و 8، لكن الديسمال بوينت طالما ما فيش هول وانز نحط 0 هنا، يبقى على الليفت لازم احط 0، ما سيبش مكان الهول وانز فاضي، يبقى الاجابه بتاعتنا ايه؟ هي دي. طيب يلا تايمز 100 نحركها هنا، ادي 1 ادي 2،
تبقى البوينت عندي هنا تبقى 27. ليه ما كتبتهاش؟ عشان ما فيش حاجه على الرايت. يلا اللي بعد كده دي عايزين نعمل لها تايمز 10، يبقى دي هيتحرك جاست وان بليس توردس رايت، يبقى الناتج بتاعي كام؟ 692.5. ناخد بالنا بقى العلامه دي مش ايكوال، العلامه دي علامه الابروكسيميشن. طب هو عايز يعمل ابروكسيميشن للنيرست ايه؟ للنيرست يونت. يبقى هنعمل ايه؟ زي ما اتعلمنا في درس الابروكسيميشن، طالما قال لي نيرست يونت اروح على البليس اللي اسمه يونتس اهو، واجي على الرايت منه واعمل شرطه. مين اللي على يمينه؟ الفايف. نسال هل الفايف تدي 1 لل2 ولا لا؟ الفايف من النمبرز اللي بتزود، يبقى الانسر بتاعتي عباره عن 698.93. اللي بعد كده هنعمل برضو ملتيبليكيشن، وبعد كده نعمل ايه؟ ابروكسيميشن. هتتحرك معايا 3 بليسز. ليه 3 بليسز؟ عشان تايمز 1000 تبقى 5355.3. عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست هول نمبر. كلمه نيرست هول نمبر بالظبط يعني للنيرست يونت، يعني عايز اشوف بعيني الهول نمبرز بس. فين الهول نمبر اوله؟ عند اليونتس اهي. نيجي على الرايت منها، الثري مش هتزود، يبقى الناتج بتاعي 5355. يلا اللي بعد كده هنا تايمز 10، هنحرك دي جاست وان بليس تبقى 62.35. عايزين نعمل ابروكسيميشن للنيرست التنس، ناخد بالنا تنس بالتي اتش، يبقى البليس ده موجود في الفراكشن بارت اللي هو فين؟ اللي هو ده، ده اللي اسمه تنس بليس. لكن ده اسمه ايه؟ ده اسمه تنس كيدز، البليس ده اسمه تنس. طيب يبقى لما نيجي نعمل ابروكسيميشن للنيرست تنس هنحط كده الشرطه اهي، الفايف هتزود ولا مش هتزود؟ هتزود، 3 تخليها 4، يبقى الانسر بتاعتي 62.8.4. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي put correct for the correct statement and false for the incorrect one. يلا هنا تايمز 10، فعلا البوينت اتحركت من هنا راحت هنا، يبقى الاجابه دي مظبوطه. هنا حرك الديسمال بوينت قد ايه؟ حركها جاست 1 بليس، صح برضه. طيب هنا حرك الديسمال بوينت قد ايه؟ بقى ناخد بالنا اتحركت 2 بليسز. طب هو بيقول لي هنا تايمز 10، يبقى الاجابه دي غلط. امال الصح ايه؟ الصح تبقى 2.7، يبقى دي كده غلط. طب هنا لما نحركها 2 بليسز تتحرك من هنا تبقى هنا، تبقى 31.4، الكلام ده صح. يلا هنا دي لما تتحرك من هنا لهنا تبقى 396، يبقى هو هنا عامل ايه؟ حركها بس 2 بليسز، يبقى ده غلط. هنا تتحرك من هنا تيجي فين؟ تيجي هنا، تبقى 5.55. هنا حركها كام؟ 3 بليسز، يبقى دي غلط. هنا بتتحرك 3 بليسز تروح لحد هنا تبقى 421، هنا 42، يبقى ده غلط برضه. يلا هنا 1 2 3 اند 4 نحرك 4 بليسز، ادي 1 2 3 اند 4، حط 2 زيروز تبقى 5400، طبعا غلط برضه، اعملها هنا 540. هنا لما نحرك 2 بليسز تيجي معايا البوينت هنا كده، يبقى على الرايت منها 006 اهي، صح. يلا هنا عايزين نحرك البوينت دي 3 بليسز، نجيبها هنا كده، يبقى 1 وبوينت وجنبيه ايه؟ 0 اللي هو 1، يبقى دي كده صح. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك، ولينك الصفحه موجود في الديسكريبشن بتاع الفيديو. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي put the suitable relation less than greater than or equal. عندي هنا relation وعندي هنا relation، وعايزين نشوف مين الجريتر ومين السمولر ونحط السيمبلز دي هنا. يلا نحلهم الاول وبعد كده نحط السيمبل. هنا تايمز 10، يبقى هتتحرك البوينت من هنا لهنا تبقى 47 بوينت كام؟ بوينت 2. طب وهنا لما نحركها 2 بليسز توصل هنا كده تبقى 47.2 بار، يبقى الانسر بتاعتي ايكوال. اللي بعديها تايمز 10، يبقى هنحركها جاست 1 بليس تبقى هنا، يبقى الانسر عندي 721.5. هنا لما احركها 3 بليسز ادي 1 2 3 تبقى 72.15، ها
طبعا ده greater، يبقى نكتب كده. يلا دي تديني كام؟ 24. دي تديني كام؟ اتحرك من هنا لهنا برضو 24، يبقى الاتنين دول equal. هنا نحرك 3 places، ادي 1 2 ونحط هنا كمان place، تبقى 6080. هنا نحرك just one place تبقى 608، يبقى ده الجريتر. اللي بعديها يلا نحرك 2 places، ادي 1 2 تبقى 325.1. وهنا نحرك 2 places، ادي 1 ادي 2، نحط هنا 0 تبقى 32510. واضح جدا ان دي جريتر، يبقى ده سمولر زين ده. يلا تايمز 100 تبقى 915. هنا تايمز 100 اتحرك 2 بليسز، هنزود 0 هنا، يبقى النمبر ده اسمه ايه؟ 9150. يبقى ده كده. يلا 3 بليسز تبقى هنا، تبقى 723. وهنا لما نحرك 2 بليسز تبقى 7.23، يبقى ده greater. هنا هت equals معانا لما احرك 2 places 125. وهنا لما احرك just one place من هنا لهنا كده تبقى 0.125. طبعا ال 125 اكبر من fraction، يبقى كده. يلا نشوف exercise 6. الاكسرسايز ده جميل قوي. هو هنا مديني النمبر ومديني الناتج، وعايزنا نشوف اتعمل تايمز 10 ولا 100 ولا 1000. يبقى احنا هنبص لايه؟ ايه اللي هيعرفني ايه اللي حصل؟ اللي هيعرفني اللي حصل البوينت. البوينت كانت هنا، بقت فين؟ بقت هنا، يعني راحت ما بين ال 6 وال 9، يبقى اتحركت كام بليس؟ 1 بليس. يبقى نعمل تايمز كام؟ تايمز 10. يلا هنا البوينت اهي، نيجي نبص هنا مش لاقيين البوينت. لا، البوينت موجوده على الموست رايت، موجوده هنا كده. ما طالما هي على الموست رايت ما بنكتبهاش. يبقى اتحرك كام بليس؟ ادي 1 2 3، يبقى تايمز 1000. يلا نبص هنا، كانت هنا وبعد كده راحت ما بين ال 2 وال 5، جت هنا كده. يبقى نعمل تايمز كام؟ تايمز 10. يلا نبص هنا، البوينت اهي، نيجي نبص هنا مش شايفينها. لا، موجوده على الموست رايت، موجوده هنا كده على اقصى اليمين. يبقى اتحركت كام بليس؟ مشيت من هنا راحت هنا، يبقى اتحركت 2 بليسز، يبقى عملنا تايمز ايه؟ تايمز 100. يلا هنا نفس الكلام، البوينت راحت فين؟ البوينت هنا اهي. طب هي كانت موجوده فين؟ موجوده هنا. اتحركت كام بليس؟ ادي 1 2. ناخد بالنا ان هنا في 0، يبقى في بليس هنا كمان اتفتح، يبقى تايمز ايه؟ تايمز 1000. يلا نشوف هنا، البوينت راحت ما بين الزيرو وال1، يبقى اتحركت 3 بليسز، يبقى هنا تايمز 1000. وهنا اتحركت راحت ما بين ال2 وال3، جت هنا، يبقى اتحركت 2 بليسز، يبقى تايمز 100. وهنا اتحركت من هنا راحت على الموست رايت هنا، يبقى جت هنا، يبقى اتحركت 3 بليسز، يبقى تايمز كام؟ تايمز 1000. نيجي نبص هنا، ناخد بالنا بقى لو هنا مش جايب لي النمبر، ده حاجه تايمز 10 بقت كده، يبقى البوينت دي نرجعها هنا، يبقى كانها 2.94. يلا نشوف دي نفس الكلام، حاجه اتعمل لها تايمز 10 الاي، البوينت بقت كده، يبقى نرجع بالبوينت 2 بليسز، يبقى هي كانت هنا، يبقى هنكتب كده 255. وادي البوينت، طالما على الليفت لازم احط 0 عشان اقول ان انا ما عنديش هول وانز. الاكسرسايز اللي بعد كده بيقول لي كومبليت. هنا 87.02 كيلومتر، بيقول لي بيكوالز كام متر؟ ناخد بالنا بقى، المسائل اللي زي دي فيها كونفرجنز، فيها تحويلات، لازم احول من الكيلومتر للمتر. لما احول من الكيلومتر للمتر بنعمل ايه؟ بنعمل تايمز 1000. ليه؟ علشان الكيلومتر جواه 1000 مترز. يبقى نحلها ازاي؟ نعمل كده 87.02 نعمل تايمز 1000. لما اعمل تايمز 1000 البوينت دي تتحرك 3 بليسز، ادي 1 2 اند 3، تبقى الانسر بتاعتي 87,020. الناتج بالايه؟ بالمترز، ان انا لما عملت تايمز 1000 حولت الكيلومتر للمترز، يبقى الانسر بتاعتي 87,020. طيب اللي بعديها 3.2 tons equals كام كيلوغرامز؟
يبقى انا لازم اعرف التحويله ما بين الطن والكيلو جرام. الطن طبعا فيه 1000 كيلو جرامز، يبقى نعمل كده 3.2 تايمز ال 1000. يلا دي 1 2 3، حط هنا 2 زيروز. النمبر ده اسمه ايه؟ اسمه 3200. طبعا الناتج عندي بالكيلو جرام، يبقى هنا 3200. يلا اللي بعديها، عايزين نحول من المتر للسنتيمتر، يبقى اكني بعمل تايمز 100، لان المتر جواه 100 سنتيمتر. احنا دلوقتي في جريد 5، لازم نعرف التحويلات كويس قوي لان احنا هنشتغل عليها كتير بعد كده. هنا هيبقى 2.05 تايمز الايه؟ ال 100. ده يتحرك من هنا يجي هنا، يبقى الانسر عندي 205 سنتيمتر، يبقى هنا 205. يلا التحويل من الايجيبشن باوند للبياسترز، تايمز كام؟ الجنيه فيه كام قرش؟ فيه 100، يبقى نعمل تايمز 100، يبقى 6.5 تايمز 100 تديني كام؟ ادي بليس وادي انذر بليس، يبقى 650 ايه بياسترز. اللي بعديها عايزين نحول من المتر للسنتيمتر، يبقى نعمل تايمز 100، يبقى 24.5 تايمز 100 ايكوالز معانا، يتحرك ادي بليس ودي انذر بليس، يبقى 2450 سنتيمتر، يبقى هنا 2450. اللي بعديها نحول برضو من المتر للسنتيمتر، يبقى نعمل ده تايمز 100، يبقى 2.589 تايمز 100 ايكوالز ايه؟ اتحرك ادي 1 ادي 2، تبقى هنا، يبقى انا عندي 258.9 سنتيمتر، 258.9. هنا عايزين نحول من الكيلو جرام للجرام، الكيلو جرام في 1000 جرامز، يبقى انا عندي 3.002 تايمز 1000 اللي هو هي ايكوالز، دي هتتحرك 3 بليسز تيجي هنا، يبقى انا عندي 3002 جرامز، 3002. يلا من الايجيبشن باوند للبياسترز تايمز كام؟ تايمز 100، يبقى 728.9 تايمز 100. البوينت دي تيجي هنا ادي بليس وادي انذر بليس، يبقى هنحط 0 هنا والبوينت اللي على الرايت مش هنكتبها، يبقى ايكوالز معانا 72890 ايه بقى بياسترز؟ 72890. اللي بعديها ها تحويلة تانية من الديسيمتر للسنتيمتر، تايمز كام؟ طبعا كلنا عارفين ان الديسيمتر في 10 سنتيمتر، يبقى هنعمل تايمز 10، يبقى دي 37.3 تايمز 10 اللي هتيكوالز معانا حرك جاست 1 بليس 373 سنتيمتر، يبقى 378.73. يلا نشوف اللي بعديها، عايز يحول من المتر سكويرد للديسيمتر سكويرد، ناخد بالنا المره دي سكويرد، والمتر سكويرد ده بقيس بيه الايه؟ بقيس بيه الاريا. طب نعمل ايه؟ اول حاجه نشوف العلاقه ما بين المتر والديسيمتر. المتر في كام ديسيمتر؟ المتر جواه 10 ديسيمتر. طب انا بقول متر سكويرد، يبقى 10 تايمز 10، يبقى هناخد 0.03 تايمز ايه؟ تايمز 10 تايمز 10 اللي هي تايمز 100، تديني كام؟ تتحرك 2 بليسز تبقى ايه؟ تبقى 3، يبقى هنا 3 ديسيمتر. يلا اللي بعد كده عايزين نحول من الديسيمتر سكويرد للسنتيمتر سكويرد، الديسيمتر جواه 10 سنتيمتر، يبقى الديسيمتر سكويرد عشان احوله للسنتيمتر سكويرد هنعمل تايمز 10 تايمز 10 اللي هي تايمز كام؟ تايمز 100، يبقى هنا 5.07 تايمز ايه؟ تايمز 100، البوينت تتحرك من هنا تيجي هنا تبقى 507. يلا اللي بعديها عايزين نحول من الليتر للملي ليتر، ايه العلاقة ما بين الليتر والملي ليتر؟ احنا عارفين ان الليتر جواه 1000 ملي ليتر، يبقى هنعمل ده تايمز 1000، يبقى 5.7 تايمز الايه؟ ال 1000، يبقى دي هتتحرك 3 بليسز تبقى 5700. طيب اللي بعد كده عايزين نحول من المتر للسنتيمترز، يبقى نعمل تايمز ايه؟ تايمز 100، يبقى هنحرك دي
two places towards right. تيجي هنا كده تبقى 865.7. طب هو عايز ايه؟ بيقول لي عايزين نحولها للنيرست سنتيمترز. للنيرست سنتيمترز يعني اكنها للنيرست يونت. اي يونت يقولها لي يبقى انا بجيب على طول النيرست يونت. مين الجزء اللي فيه السنتيمترز؟ هم دول، وده الفراكشن من السنتيمترز. يبقى انا هعمل ابروكسيميشن للايه؟ للبليس ده كده. نيجي على الرايت منه نحط شرطه ونشوف ال7 تزود ولا ما تزودش؟ تزود، يبقى ال5 نخليها 6، يبقى 866. يلا اللي بعديها، عايزين نحول من الميتر للديسيميتر، يبقى نعمل تايمز 10. يبقى هنحرك دي بس جاست وان بليس توورد سترايك، تبقى كده تبقى 75.345. عايز يعمل لها ابروكسيميشن للنيرست ديسيميترز. هو هنا الديسيميترز فين اهم؟ كل الديسيميترز اهم، دول 75 ديسيميترز. امال ده ايه؟ ده فراكشن من 1 ديسيميتر. احنا عايزين الديسيميترز بس اللي هي اليونتس، يبقى نعمل ابروكسيميشن للنيرست ايه؟ للنيرست يونت. يبقى هقف عند البليس ده كده، اجي على الرايت احط الشرطه، ال 3 مش هتزود، يبقى يديني كام؟ 75. اكسرسايز 8 بيقول لي كومبليت. مجموعه المسائل دي بيبقى فيها حاجات اكيوميوليتيف، مسائل تراكميه تختبر حاجات خدناها قبل كده. طيب يلا نشوف اول مساله معانا. لما نيجي نبص بعينينا نلاقي عندي تو نمبرز لازم نعمل لهم اديشن الاول، عشان هو حاططهم لي بتوين براكتس. طيب يلا نعمل اديشن. لما كنا بنعمل اديشن للديسمال نمبرز كان لازم اول حاجه اكد عليها ان يكون في بالانسنج بتوين النمبرز. يعني ايه يكون في بالانسنج؟ يعني عدد الديجيتس اللي على الرايت من الديسمال بوينت هنا وهنا قد بعض. هنا عندي تو ديجيتس، هنا عندي ديجيت واحد، اعمل ايه؟ احط زيرو. يلا نعمل دي الاول. 2 بلس 0 يديني 2، 1 بلس 7 يديني 8، حط الديسمال بوينت، 2 بلس 2 يديني 4، وال7 تنزل. نعمل الكلام ده تايمز 10، يبقى هنحرك البوينت نجيبها هنا، يبقى هتديني 748.2. يلا المساله اللي بعد كده، في عمليه سبتراكشن وفي بالانسنج موجود. 5 ماينس 4 يديني 1، 3 ماينس 1 يديني 2، حط الديسمال بوينت، 8 ماينس 2 يديني 6. نعمل الكلام ده تايمز 100، يبقى هنحرك الديسمال بوينت 2 بليسز، يبقى هتيكوالز معايا 621. المسألة اللي بعد كده، لما نيجي نبص بعين نعمل السبتراكشن الأول، لازم أعمل بالانسنج عشان هنا في عندي جاست 1 ديجيت وعندي هنا 3، يبقى هنا 72 بوينت 5، نزود هنا 2 زيروز، كام ده؟ ماينس 63.721. هيديني ايه الكلام ده؟ 0 ماينس 1 ما ينفعش، نبور 1 من الزيرو ما ينفعش، ناخد من ال 5 تبقى 4، والزيرو يبقى 10، ناخد من ال 10 1 يبقى 9، ويدي ال 1 هنا يبقى ايه؟ يبقى 10. 10 ماينس 1 يديني 9، اكتبها هنا، و 9 ماينس 2 تديني 7. و 4 ماينس 7 ما ينفعش، نبور 1 من ال 2 تبقى 1 وال 4 تبقى 14 ماينس 7 تديني 7، حط الديسمال بوينت. يلا 1 ماينس 3 ما ينفعش، نبور 1 من ال A من ال 7 تبقى 6 وال A وال 1 يبقى 11. 11 ماينس 3 تديني ايه؟ تديني 8، و 6 ماينس 6 طبعا تبقى 0. الكلام ده هيبقى تايمز ال A 1000 اللي هو هيكوالز معانا البوينت تيجي هنا، يبقى 8778.79. يلا نيجي هنا نعمل الملتبليكيشن الاول، ده تايمز 10، نحرك البوينت من هنا لهنا تبقى 23.5، بعد كده نعمل لها ماينس 11.1 اللي هي هتيكوالز معانا 5 ماينس 1 يديني 4، نحط الديسمال بوينت، 3 ماينس 1 يديني 2، و 2 ماينس 1 يديني 1. اللي بعديها نعمل الملتبليكيشن الاول، نحرك البوينت من هنا لهنا تبقى 526، الكلام ده بلس 14.5. في عندي هنا ديسمال بليس احط كده 0 بلس ال 5 يديني 5، احط الديسمال بوينت، 6 بلس 4 تديني 10، 0 هنكاري اب 1، 1 بلس 2 is 3، 3 بلس 1 يديني 4، وال 5 تنزل. المسألة اللي بعد كده هنعمل دي الأول وبعد كده دي وبعد كده نعمل سبتراكشن، ده تايمز 100 يبقى البوينت هتتحرك تيجي هنا كده، يبقى ده
النمبر يبقى كده، الكلام ده ماينس، هنحركها تو بليسز تبقى هنا، يبقى 313.7 اللي هي هتيكوالز 1 ماينس 7، ما ينفعش نبور 1 من ال 2 تبقى 1، وال 1 ده يبقى 11، 11 ماينس 7 تديني 4، نحط الديسمال بوينت 1 ماينس 3 ما ينفعش، هنبور 1 من ال 7 تبقى 6، وال 1 يبقى 11، 11 ماينس 3 تديني 8، 6 ماينس 1 تديني 5، 6 ماينس 3 يديني 3، وبعد كده ننزل ال 34. يلا نشوف مسائل الورد بروبلمز. بيقول لي هنا ايه؟ مونا سيفز 7 باونس اند 75 بيسترز فروم هير بوكيت ماني ان ا مانث. يعني مونا بتحوش كل شهر 7 جنيه 75 قرش. اوكي، كالكوليت هاو ماتش ماني شي سيفز ان 100 مانثز. يبقى هي هتحوش قد ايه في 100 شهر؟ لما احنا نفكر كده في المساله هنلاحظ ايه؟ نلاحظ ان هي كل شهر بتحط في الحصاله بتاعتها 7 باوندز 0.75. يبقى انا كل شهر عمال اكرر المبلغ ده، عمال احطه كل شهر، هحطه كم مره؟ هحطه 100 تايمز. يبقى انا ملاحظ ان في عمليه تكرار للنمبر ده. طالما في عمليه تكرار يبقى دي مساله مالتيبليكيشن. بدل ما اعمل اديشن للنمبر ده 100 تايمز 100 مره، اعمل مالتيبليكيشن على طول. يبقى انا عندي شي ويل سيف، هتحوش قد ايه؟ هتحوش 7.75 تايمز ايه؟ تايمز 100 اللي هتيكوالز ايه؟ ده هيبقى هنا كده، يبقى 775 ايجيبشن باوند. بروبلم 10 بيقول لي اف ذا لينث اوف ا ريكتانجل از 15.75 سنتيمتر. عندي ريكتانجل او مستطيل اللينث بتاعه او السايد الكبير 15.75 سنتيمتر and its width، العرض بتاعه 10 سنتيمتر، ال width اللي هو ال smaller length. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي find its area to the nearest centimeters. هي الاريا احنا كنا واخدينها بتاعت الريكتانجل، القانون بتاعها بي equals ايه؟ مهم جدا نحفظ الحاجات دي، الاريا of rectangle. اي مسألة تجيلي فيها حاجات زي كده لازم اكتب القانون الاول، بت equals the length تايمز الويدز. اللينس عندي بكام؟ اللينس عندي ب 15.75 والويدز عندي بكام؟ ب 10. يبقى الناتج هيبقى كام؟ هنحرك دي جاست 1 بليس، يبقى الناتج بتاعي 157.5 ايه؟ سنتيمتر سكويرد. ناخد بالنا لان احنا بنقيس الاريا بالسنتيمتر سكويرد، بشوف كده عندي كام مربع الدايمنشن بتاعته 1 سنتيمتر تايمز 1 سنتيمتر. عايزين نعد المربعات دي كلها، الشكل اللي قدامي ده لو عدينا كل السمول سكويرز دي هنلاقيهم 157 وايه، وعندي نص من ايه، من واحد متبقي كده. ده مفهوم الاريا، بنعد السكوير سنتيمترز اللي موجوده عندي في الشكل ايه بتاعي. طب احنا لسه المساله ما خلصتش، ده احنا عايزين نقربها للنيرست سنتيمتر سكويرد. يبقى ده از ابروكسيميتد لايه؟ طالما نيرست سنتيمتر سكويرد يبقى اكني للنيرست يونتس. حط شرط على اليمين من الايه، من البليس بتاعي، ال5 تزود ولا ما تزودش؟ تزود، تبقى 158 سنتيمتر سكويرد. يلا المساله اللي بعد كده بيقول لي كومبليت النمبر ده يا اولاد عباره عن ايه تايمز 10. ناخد بالنا يعني هو ده يجي من ايه تايمز 10. يبقى ارجع بالديسمال بوينت جاست 1 بليس، يبقى اكنه كده هيبقى 55.225 ده كده يديني النمبر ده. طيب ده هيجي لي منين تايمز 100؟ يبقى ارجع بالديسمال بوينت 2 بليسز، يبقى 5.52255. تمام، فهمتوها؟ طيب ده يجي لي منين لو هعمله تايمز 1000؟ يعني ايه تايمز 1000 يديني ده؟ يبقى ارجع بالديسمال بوينت 3 بليسز، يبقى كده 0.552255. اوكي، يلا اللي بعد كده
0.3 تايمز 20 دي عبارة عن 0.3 تايمز 10 تايمز كام؟ ال 0.3 اهي ال 20 فكناها ل 10 تايمز كام؟ 10 تايمز 2. بعد كده هناخد دول مع بعض، يبقى الاثنين دول مع بعض هيبقى تايمز كام؟ تايمز ال 2 ديت. الاثنين دول يدوني كام؟ هنحرك البوينت نجيبها هنا، يبقى 0.3 تايمز 10 تديني 3، وعندي ال 2 هنا يبقى 3 تايمز 2 تديني كام؟ تديني 6. زي ما انتم شايفين يا اولاد من اسهل الدروس اللي عندنا اتعلمنا فيه ازاي نعمل ملتبليكيشن باي 10 و 100 و 1000، وقلنا كل اللي بنعمله ان احنا بنحرك البوينت توردس ايه؟ توردس رايت. يا رب تكونوا فهمتوا الدرس كويس، وبالتوفيق لكم ان شاء الله.